أنا رنا من فلسطين، كنت بعمل عميد كلية في جامعة، وبعيش حياة طبيعية مع زوجي وأولادي وأحفادي. كانت حياتنا مستقرة، حياة هادية. عشت في بيتي 22 سنة، وبعديها أنا وزوجي اشتغلنا كتير وتعبنا كتير. زوجي اشتغل لمدة 40 سنة، وأنا اشتغلت لمدة 15 سنة علشان نبني بيت نجمع فيه أنا وأولادي وأحفادي. وفعلا ربنا أكرمنا وبنينا بيت ونقلنا عليه، نقلنا شهر عليه 30 يوم. بعدها حياتنا كلها انقلبت، صار ما حياة غير مستقرة. عشنا ليالي صعبة كتير، ما قدرتش نوم. حتى البيت الجديد ما قدرتش أقعد فيه فترة أول الحرب، 7 أيام. بعدين نزحت للجنوب، طلعنا بهدومنا، ما خدناش أي إشي، لأنه إحنا كل فكرنا أنه هذا بيتنا وهو أماننا واللي حنرجع عليه بعد يوم يومين ثلاثة. فطلعت بالهدوم اللي علي وكذلك كل أسرتي، نبحث على الأمان، إنه إذا في كان في الدنيا أمان. ففعلا طلعت، بس للأسف أنا فقدت كل شيء. بيتي اللي عشت فيه 22 سنة وذكريات أولادي كلها فيها انقصف وراح. بيتي اللي أمنته لأولادي وحطيت فيه شقة تعبي وعمري أنا وزوجي، برضو 6 طوابق كله انقصف وراح. ابني كان عريس وبستناه انه يجيب لي الاحفاد الجداد، برضه نفس الاشي، بيته انقصف وراح. نزحنا على الجنوب، عشنا ايام صعبه، صعبه جدا جدا الايام هذه. البيت اللي كنا فيه كان بيت يعني زي اي بيت، ممنوع تفتح، ممنوع تسكر الشبابيك فيه، كان دنيا مطر هواء، ما نقدرش نسكر من القصف اللي حوالينا، كان معرضين للخطر في كل لحظه. ما كناش لاقين، لا الاكل كان ينفد بسرعه، الشرب، كنت انا اطلع انا وبنتي نقعد 8 ساعات واقفين على رجلينا عشان نقدر نامن ربطه الخبز اللي تقدر تقيتنا احنا اهل البيت. بعد فتره قصفوا المخابز، بطل حتى مش قادره احصل على الخبز، فصرنا اضطرينا نلجا للصيام، نصوم انا وزوجي وعيلتي عشان ما فيش اكل ناكله. كانت الحياة كتير صعبة، كتير كانت مهددة. فقدنا ذكرياتنا، فقدنا أمالنا، فقدنا حياتنا، فقد شغلي، الزوجي فقد كل شيء، تعبه لأربعين سنة كله راح، أولادي، ابني اللي كان بأسس في حاله في شركته كلها راحت، أولادي التوأم الصغار اللي كانوا بدوا حياتهم، تخرجوا من الجامعة وبدهم يبدوا يشتغلوا، للأسف ما كان لهمش في مستقبل. كله يعني حياتنا كلها توقفت. أنا لحتى الآن لسه بعيش على أمل 7 أكتوبر، إني أنا صحيت في هذا اليوم فقدت فيه كل شيء. بنزل على الشارع، حليت أنا الحمد لله يعني بعد جهد كبير وتعب ومعاناة والخطر اللي كنا عايشين فيه واللي كانت معرضة فيه له زوجة ابني اللي كانت حامل جديد، إحنا كنا عارفين قبل الحرب بأسبوع بس إنها حامل، فما كان لهاش، لا في كان لها مقومات صحية ولا مقومات حياتية ولا مقومات أمان إنها تعيش فيه. وكذلك أولادي الشباب وزوجي وأنا، أنا مريضة قلب، يعني ما بقدر، عفوا ضغط، ما بقدر أعيش في أمور ضغط. زوجي مريض قلب، ما بقدرش برضو أعيش في وضع زي هيك. وزوجة ابني الحامل، فاضطرينا إنه إحنا بعد معاناة إنه إحنا نغادر البلد بحثاً على الأمان. أنا بتمنى كل لحظة كل ليلة إنه يكون هذا حلم وأنا أصحى منه وأقول لا، إن أنا بدي أرجع لفلسطين وأرجع لحياتي، ما أكونش إن أنا فقدت فعلاً كل شيء للأبد.